اللي ربنا مني عليها من وسع، والأرض طيبة للكل فيها متسع. فوز مسلسل الكرتون نور في قرية الطيبين بجائزة مسابقة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مسلسل كرتوني كوميدي هادف للأطفال. طول عمرها قرية الطيبين مليانة بالخير، ولو إني ملاحظ إن البلد متغيرة عن آخر مرة كنت هنا. السبب هو العركة اللي بين أكبر عيلتين، عيلة أبو شنب وعيلة زلطة. كله مركز في المشاكل، والناس سابت الأرض والزراعة، حاجة تحزن. الحزن واضح عليك فعلاً. أنا جهزت لك سرير في أوضة مشمش. يقدم قصة نجاح إيجابية نتعلم من خلالها القيم المطلوبة لبناء المجتمعات وأهمية التفكير العلمي والإبداعي للتطوير، وأيضا أهمية السلام والتكاتف ونبذ العنف والكراهية لتحقيق التنمية والرخاء. كود العملية 8 به ده. أنا كنت فاكر هي العملية 7 به ده. 8 مش 7، بس احنا ما عملناش 7 بهدال علشان دي يكون اسمها 8 بهدال. اقفل خشمك، اتحرك بسرعة يا صار. قلت اتحرك بسرعة يا صار. اسم الحركة خطر الليل الغضبان. وانا اسمي بيجلاف، اصل الاسم اللي انت اخترته لي بصراحة ما عجبنيش. وقد نال كل من الشاعر عبد المنعم حسين جائزة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أشعار مسلسل نور في قرية الطيبين، وفواز محمد أحمد رسام ومشرف فني، والحائز على جائزة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تصميم شخصيات المسلسل. نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم، والحقيقة بنتكلم على عمل مميز جدا اتعرض خلال شهر رمضان وهو نور في قرية الطيبين، عمل أنيميشن. الحقيقة بقالنا كتير قوي ما شفناش أنيميشن مصري بيكلم الأطفال بلغتهم وبيديهم قيم وأخلاقيات، وعشان كده نور في قرية الطيبين حصل على جائزة أفضل مسلسل كرتوني في رمضان من المجلس القومي لحقوق الإنسان. اسمحوا لنا أن احنا نرحب النهاردة بمجموعة من القائمين على نور في قرية الطيبين. بيسعدنا أن احنا نلتقي مع الفنان التشكيلي الأستاذ فواز محمد أحمد المشرف على مجلة نور والحائز على جائزة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تصميم شخصيات نور في قرية الطيبين. أهلا بحضرتك يا فندم وألف مبروك. معنا أيضا الأستاذ عبد المنعم حسين الكاتب والشاعر ونائب رئيس تحرير مجلة نور والحائز على جائزة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن نور في قرية الطيبين. يا أهلا وسهلا وألف مبروك لحضرتك. ومعنا أيضا المهندس عمر المغازي منتج العمل وفي نفس الوقت المتخصص في فن الأنيميشن، وطبعا حاصل أيضا على جائزة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن نور في قرية الطيبين. ألف مبروك يا فندم وأهلا بحضرتك معنا. يعني اولا يعني الف مبروك. هنسالكم اسئله كتير جدا، محتاجين جدا نرجع تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا من خلال ان احنا نخاطب الاطفال، ودي حاجه يعني بجد حاجه تحسب لحضراتكم ان انتوا ابتديتوا نبص من تحت تاني عشان نرجع حاجاتنا. استاذ فواز، يعني خلينا اتكلم مع حضرتك ازاي جت الفكره واختيار الشخصيات لهذا المسلسل. هي كانت البدايه مع دكتوره نهى عباس، هي مؤلفه القصه، و حقيقة يعني هي أي مبدور كبير جدا، كنت أتمنى أنها تكون موجودة يعني، ولكن لظروف خاصة يعني. فهي كانت الفكرة في إنه إن إحنا عملنا المسلسل كوميكس الأول في المجلة، وحسينا إن هو لازم المفروض يبقى يتحول برضو إلى مسلسل زي ما إحنا عملنا قبل كده في مسلسل قبل كده برضو لنور، ودي من الحاجات اللي تحسب جدا لنور انه مش يعني منتج ورقي بقى فقط، ولكن كل المسلسلات الكوميكس بتتحول لكرتون. فكان اهميه نور في قريه الطيبين انه بيتكلم عن شيء هو انا بعتبره حاجه مختلفه حتى عن المسلسلات اللي اتعملت قبل كده، ان هي مش كرتون فقط، هي كرتون ويدخل فيها الكاريكاتير، فن الكاريكاتير نفسه. من ناحيه ايه؟ ان احنا بنتكلم عن حاجه في قريه دي اتعملت قبل كده بس بشكل كرتوني اكتر، احنا هنا عملناها بشكل كاريكاتيري لان بنناقش مشاكل حقيقيه موجوده في القرى.
بشكل طبعا يتقبله الطفل، ولكن برضو يقدر يفهمه ويتقبله الكبير ويقبل عليه طبعا. بالضبط. فهي كانت بنتكلم عن اسلوب جذاب للطفل ولكن في نفس الوقت على المشاكل الحقيقية. فكان اتخاذي للشخصيات ان انا باخد من الشخصيات الحقيقية، يعني انا كنت بشوف الاشكال القرويين وحتى الشكل المصري العادي. فحتى تابع المسلسل هيلاقي ان في اختلاف كبير جدا عن شخصيات المسلسل ده واي مسلسل كرتوني تاني. هي. طيب انا عايز اسال مهندس عمر وحضرتك منتج العمل، وطبعا الحاجات الانيميشن اللي احنا عارفين ان هو بتكلف كتير قوي، فحضرتك يعني شكرا طبعا ليك كل الشكر والتقدير انك فكرت ان انت تقدم شخصيه كرتون او يعني نور وتقدمها من خلال مسلسل عشان نغرز القيم والاخلاقيات في المجتمع المصري، نبدا في الاطفال زي ما احنا كلنا اتربينا وفقدنا ده على مدار وقت كبير قوي. يعني ما كنتش خايف من التجربه، ما كنتش قلقان ان تكلفك كتير وفي الاخر المردود ما يكونش بيساوي يعني نفس المصروف؟ والله بس قبل اي كلام احنا هنخد بنشكر حي الازهر، لان حي الازهر يعني مشكورا عمل دور جديد بالنسبه لنا، ان هو حي اهتم جدا. ممكن تقرب المايك بعد اذنك. اهتم جدا بفكره فن واعلام الطفل، وده كان دور مهم جدا جدا، لازم جهه مهمه زي الازهر تقوم بيه، لان حي الطفل المصري والعربي عموما يعني محروم من حقه في اعلامه والفن اللي هو يقدر يوصل له الرساله والمتعه في نفس الوقت. فحقيقة أنا اتفاجئت بفترة إن الأزهر حي بدأ يعمل مجلة مجلة نور. وحي مجلة نور دي موجهة لجميع أطفال مصر بدون أي تمييز بشكل أو بآخر، وفيها كم من القيم الجميلة جدا جدا بتهتم بنا الإنسان المصري من الصغر. بعد كده بدأوا فعلا يفكروا بشكل جيد إن إحنا لازم يكون عندنا شكل شامل للإعلام للطفل، ما نكتفيش بمجلة فقط، لا نخش في الإعلام التلفزيوني. ومن هنا فعلا وأنا حقيقة يعني انبهرت انه في البدايه لما بداوا يتم تاسيس المجله يعني حي استفادوا باهم عناصر موجوده عندنا في العالم العربي حي، يعني بيتكلم استاذ فواز قيمه عالميه مش مبالغه، مش قيمه محليه، هي قيمه عالميه يعني ينافس اقوى الفنون والفنانين في على مستوى العالم. استاذ عبد المنعم قيمه عالميه في الاشعار، استاذ دكتور نوها. فحقيقه احنا يعني اتفاجئت، لا دي فرصه ممتازه جدا، وفي هنا في فكر هو الموضوع بسيط لعناصر نجاح العمل ده حقيقي. ومن هنا كمان انا دخلت الفكره ان نور بدا تكوينه في المجتمع المصري وفي الطفل المصري بشكل جميل جدا، وده حين مفتقدين فكره الطفل المصري القومي اللي يمكن اتعمل تجارب لفتره طويله. واحنا فعلا لو عايزين اي رساله لدور الطفل محتاجين بيسموه الكارير او اللي هو الطفل الحامل لهذه الرساله، وفعلا نور متوفره فيها كل الصفات. فعلا من هنا بدات ان انا افكر في المشروع بشكل مميز جدا، وحي كان حماس المجله ومؤسسه الازهر بهذا الشكل. وحي انا من هنا بشكر ان كان في وعي كامل جدا جدا ايه الموضوع اللي بنعمله. فحي كل الموجودين في هناك في مجله نور اللي هو اسامه ياسين، العميد وائل، دكتوره نوها، يعني حي كلهم فهموا قوي احنا ايه الرساله اللي بنعملها. ومن هنا ما كانش الدافع او الحرص بتاعي على فكره الماده قد ما انا فعلا احنا ككل شركات صناعه مصريه بنهتم ان احنا اول حاجه نادي دورنا نحو الطفل المصري، ومدركين ان على المدى البعيد لو الصناعه دي قامت فعلا هتتحول بعد كده الى نوع تجاري، لكن في الاساس لازم فعلا ناكد ونعمل دورنا ودور تنفيذ اعمال نوصل بيها رساله الطفل المصري. يعني انا بس انا في الحته دي ان يا جماعه ارجوكم فكره الاعمال الطفل المصري مش حاجه كرتون، لا انا في وجهه نظري اتمنى انها يعني تحتل الصداره في اعلام المصري والعربي، ان احنا في مهمه بناء الطفل او الانسان المصري. فلو عايزين نجني أو المجتمع بشكل عام جدا الطفل فعلا. لو عايزين نجني في المستقبل احسن عامل واحسن دكتور واحسن انسان يفهم يعني الصدق ويفهم الوطنيه ويفهم الالتزام ويبعد عن الكذب والكلام ده كله، ابدا بالطفل، حط البذره وافضل وراها نميها، هنجني مجتمع مصري عظيم وهيحقق كل الطموح اللي الاداره السياسيه تجتهد لها. استاذ عبد المنعم، يعني خليني اخد كلام المهندس عمرو، حضرتك كتبت الاشعار بتاعت المسلسل، حضرتك كنت تركز على ايه عشان توصل بطريقه غير مباشره العادات والتقاليد والحاجات اللي احنا عايزين نبني بيها المجتمع بتاعنا من خلال الطفل الصغنون اللي لسه بيطلع، حط فيه انتماء، حط فيه مجدعه، نخوه، رجوله، حاجات بتاعت مجتمعنا اللي احنا للاسف الفتره اللي فاتت دي ابتدينا نحس انها افتقدناها بتتلاشى شويه. يعني هي طبعا كلمه متشائمه قوي ان احنا افتقدناها، لكن هي للاسف
نقول بنسبة 90% افتقدناها يعني. فكانت المهمة بالنسبة لي صعبة في الحتة دي، في حتة ان انا اولا انا مش عايز طفلي يمل، مش عايز يحس انه قدامه مدرس بيعلمه حاجة، دي مهمة جدا. ولذلك احنا من البداية لجأنا لفكرة ان احنا طب ما دام قرية طب ما يبقى معانا الربابة والمزمار البلدي والحياة الجو ده اجواء القرية، ودي زودت اكتر صعوبة بقى ان انت يعني تدخلهم في الجو ده. فطبعا كانت الموضوع كله بالنسبة لي انا ازاي اقدر افهمه حاجة او اقول له حاجة بحيث انه يتقبلها ويعرف يغنيها بطريقة كويسة يعني تبقى جواه. فكانت القيم اللي حضرتك بتقولها دي هي اهم حاجة، ان انا عايز طفل يبقى عارف ان في حاجة اسمها وطن، يبقى عارف ان في حاجة اسمها مشاركة اجتماعية، يبقى عارف ان في حاجة اسمها تعايش باختلاف الفكر باختلاف الدين باختلاف ده وطن في كل الاختلافات طبعا. فكان ده اهم الاسس اللي احنا كنا اللي انا ركزت فيها يعني، وهي كان موجوده في المسلسل. فكنت بتعمد ان انا اخد الموقف واحاول اترجمه لشعر. طب ما ينفعش نسمع يعني موقف من المواقف اللي كانت في نور؟ للاسف الحفظ عندي صعب جدا. ده ايه اهم العادات اللي حضرتك ركزت عليها مثلا؟ حضرتك حطيت اهداف ومشيت وراها. اهم الاهداف مثلا ان ازاي ان في شر. اولا انا طبعا حاولت افهم الطفل ان الموضوع مش احنا مش عايشين في الجنه، لا في شر، بس نواجه الشر ازاي؟ نواجهه بخير، نواجهه بان احنا نبقى مع بعض، ان احنا ما نصدقش اشاعه، ان احنا ما نستسهلش كده ان احنا ننهزم بسرعه، لا نقدر نقوم مره واثنين وثلاثه في مواجهه الشر ده. طب حضرتك كمان نائب رئيس تحرير مجله نور، هو الاصدار شهري ولا اصدار شهري؟ شهري. طبعا العمل بياخد وقت كبير وبياخد مجهود كبير لانه لازم يبقى متنوع دايما شهر عن التاني. بتشتغلوها ازاي يعني؟ مثلا تركزوا خلال الشهر على قيمه معينه ولا هي مجله متنوعه في كل الشهر؟ لا المجله متنوعه تماما، وتركزنا من البدايه من اول حلقه واحنا من اول عدد واحنا ركزنا احنا عايزين ايه يعني. انا استاذ فواز والدكتور انوها واحنا اللي هو الترجم في انيميشن نور، الترجم انيميشن نور، وبعدين الترجم في الاعداد اللي نزلت. احنا بقى لنا 4 سنين اهو شغالين الحمد لله. القيم اللي احنا عايزين نحطها، الهدف الاساسي، وده خدمنا فيه بصراحه فكر فضيله الامام احمد الطيب مع القائمين على المنظمه العالميه لخريج الازهر، انهم فعلا البدايه كانت كده. انا مش عايز مجله اسلاميه، انا عايز مجله لكل طفل عربي ومصري وكل طفل في العالم. ولذلك احنا ترجمنا للانجليزي وترجمنا للفرنساوي والبشتو، يعني الحمد لله عملنا مسلسل قبل كده اترجم في البرازيل دلوقتي ما شاء الله. طب انا هسال سؤال لحضراتكم انتوا الثلاثه، احب اسمع ارائكم. الطفل او الاجيال اللي طالعه دي بتمل بسرعه، خصوصا دلوقتي يعني السوشيال ميديا بتبقى عباره عن كبسوله، لو انت عايز توصل بكتيرها مثلا بتبقى دقيقه وتلاقي الواحد ايه بيجري وبيمشي. فالناس دي طبعا بتبقى عايزه توصل لها باللي هي عايزه تشوفه في هوبا حاجه حساسه كده معديه. ازاي احافظ على الشعره الصغنونه قوي دي ان انا اوصل له في الكبسوله دي اللي انا عايزه يشوفه ويحفظه ويتربى عليه وفي نفس الوقت ما يملش؟ لان الموضوع مش سهل على فكره، واضح ان يعني في شغل جامد جدا. طبعا وطبعا في الاساس الكلام والسكريبت. الحقيقه يعني بنشكر الدكتور نهى واستاذ عمرو الطبيطي بصراحه كاتبين سكريبت جذاب جدا، ويعني وبشكر تاني برضو مجله نور ان انا قلت لهم يا جماعه احنا بس محتاج حاجه سكريبت جذاب جدا، ويعني وبشكر تاني برضو مجله نور ان انا قلت لهم يا جماعه احنا بس محتاج حاجه نطول فتره الاعداد والتحضير، ويعني ودايما بقول والتحضير الجيد هو ده اللي بيمكننا بعد كده ان احنا نبني بعد كده ثمار جيده جدا في التنفيذ. التنفيذ بيبقى خلاص سيستماتيك ما فيهوش اي صعوبه. فعلا احنا قعدنا كتابه السكريبت مره واثنين وثلاثه واربعه، كنا بنختلف على الكلمه علشان ايه؟ نحقق الحاجه اللي بتقول عليه ده، عنصر الجذب، بحيث ان الطفل لا يمل اطلاقا ويلاقي دايما في الكوميديا والمعلومه، المعلومه ازاي الموجوده جوه حوار كوميدي وادفنشر. الجزء الثاني احنا متابعين بيه ان الطفل ايه عناصر الجذب بتاعتنا؟ لا شك ان على مستوى العالم
عنصر تراك الصوت هو عنصر جذب هام جدا. من هنا اهتمينا ان احنا نستثمر حتى لو كان على حساب التكلفه ان احنا نستثمر في تراك الصوت بشكل ملحوظ. من هنا مثلا لما جينا نعمل التتر جبنا هشام عباس طبعا فنان جميل عمل تتر جميل جدا مع استاذ عمرو اسماعيل استاذ رستم خليل الكتابه. في تراك الصوت نفسه كان عندنا استاذ عبد الرحمن ابو زهره, عندنا نعم سلوسه, عندنا سامي المغاوري, عندنا احمد حاتم, ان شاء الله نجوم فالى حد ما فكان فعلا يعني انا لو كمل يعني استاذ احمد حلاوه سامي المغاوري يعني مجموعه من الاصوات فعلا, لان هو ده عنصر الجذب الرئيسي ان فعلا الطفل يلاقي نجومه اللي بيتفرج عليهم لايف يتحولوا الى اصوات كرتونيه. ولا شك برضو ان مسميها السبايسز الاساسيه اللي تتحط من بعض العناصر ان كان في التيمه بتاعت العمل فيها علاقه بالرياضه ازاي نخرج نحط عناصر الجذب اللي من داخلها نحط المعلومه بتاعتنا الجيده جدا يعني. فمن هنا فعلا احنا حاولنا ان احنا يبقى لان فعلا زي ما حضرتك قلت مشكله الطفل دلوقتي ان هو متعرض وبيشوف جميع الاعمال العالميه. احنا دلوقتي مش مقارنه او في منافسه مع انتاج محلي, احنا في منافسه ومقارنه مع انتاج عالمي. صحيح. وبرده ده حقيقي يعني العالميه بدات من الكاركتر ديزاينز اللي الاستاذ فواز قام بيها ومرورا بالدكتوره نوها والكتابه. ومن هنا بس لازم اقول ان الاستاذ فواز يعني فعلا هو احنا نعلم جميعا في المجال ان كان في عروض عالميه من شركات عالميه للعمل, فاحنا بنتكلم عن انسان عالمي فنان عالمي موجود معانا طبعا. فمن هنا ننتقل ليه سريعا ونتكلم التحدي الكبير انك تعمل شخصيات شبهنا وبتتكلم لغتنا وطفل معاصر في نفس الوقت وناس معاصره يعني في الالفينيات عايشين. التحدي الكبير ده جه ازاي وشخصياتك بنتها ازاي؟ هقول لحضرتك هو من تقريبا من 40 سنه انا متخصص في ادب الطفل وفي رسوم الطفل, فبيبقى بالنسبه لي كل يوم تحدي انك ازاي تطور وازاي انك توصل زي ما قال الاستاذ بان ازاي ان انا اوصل لمود الطفل دلوقتي من مش زي من 40 سنه مثلا طبعا, لان يعني الحمد لله انا اسست مجلات قبل كده ولكن اللي كنت باسس لهم بقوا رجال كبار دلوقتي يعني. فالطفل دلوقتي غير الاول. فهي الفكره كلها ان حضرتك بتبقي بتشوفي ايه اللي ممكن يلفت نظر الطفل, مش انت مقتنعه بايه بس. هو في قيم يعني نقدر نقول انها ثابته في الحياه ولكن اسلوب ارشاد الطفل ليها يختلف كتير جدا. وزي ما حضرتك قلت دلوقتي ان بيبقى الطفل بقى ملول قوي وتقريبا القرايه عنده بقت مش لطيفه قوي, لازم يتفرج على حاجه. فهي اللي انا عايز اقوله كمان ان نور ما هوش مجله فقط ولا مسلسل, لا هو احنا مسمينه انه عالم نور. يعني احنا عملنا العاب لنور, عملنا ابلكيشن لنور يعني حتى يشوفه في الايباد او في الموبايل يعني. يعني احنا بنخلق كاركتر مصري بالزبط. عربي بالزبط. يوصل للعالميه بالزبط. باذن الله تعالى بالزبط. هو الله. لازم في نفس الوقت انه يبقى احنا بنتكلم زي سوبرمان كده يعني الفكره اللي اتصدرت لحد ما هي بدات كوميكس وبعدين بقى سوبرمان بالظبط. هي لازم يكون في شخصيه, وطبعا كان في محاولات قبلنا ومحاولات انا بحترمها جدا جدا أكيد يعني طبعا. فالفكره كلها ان احنا سلسله واحده. وكل اللي انا عايز اقوله برضو في يعني في البرنامج الرائع انه لازم نحترم صناعه الكرتون, لان احنا زي ما قال المهندس عمر ان احنا بنتكلم على ان احنا بنبني المستقبل للاطفال يعني المستقبل هو ده المهم. يمكن الوقت خدنا بسرعه عندنا نتكلم على يعني الاجواء بتاعه المسلسل لكن ما اتكلمناش عن الجوائز, فاسمحوا لنا يعني نتكلم شويه عن الجوائز. ما ينفعش موجودين عندنا كده ونتكلم. طبعا مبروك من المره الثانيه. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا استاذ عبد المنعم. كلمنا على الجائزه. والله الجائزه بصراحه كانت قيمتها انها جايه من مجلس القومي لحقوق الانسان. دي يعني ادتني دافع جميل بصراحه ان انا حسيت ان في حد بيتابع اللي احنا بنعمله وحد بيقول ان يعني احنا قبل كده بصراحه يعني ما كنت او الناس كلها كانت متخيله ان ايه في مجلس قومي لحقوق الانسان, بس هل هو بيتابع؟ هل هو عارف مين بيكتب ايه ومين بيعمل ايه؟ فاسعدني جدا ان لقيتهم يحطوا عينيهم ان الناس دي بتتكلم في حاجات تهم الانسان, في قيم فعلا بتبني انسان, في بنتكلم على حاجات ضد الانسانيه بتتعمل من الحاجات يعني من الحاجات اللي كانت في المسلسل. دي المخرجه الكبيره يا نعم محمد علي صح؟ طبعا فدي كانت دافع كويس جدا صراحه, ودي الثقه ان فعلا في ناس بتتابع اللي احنا بنقوم بيه.
طيب خليني اقول لحضرتك بقى زياده يعني في المعلومات عن المجلس القومي لحقوق الانسان وخاصه الاستاذه انعام محمد عيل، لان انا كان ليا الشرف ان انا قدمت اكتر من مره حفلات بتكرم فيها فنانين وقائمين على اعمال. هي دقيقه جدا في الاختيار، والاختيار ما بيكونش عشوائي يعني، بتبص لعناصر كتير. هي طبعا وباقي القائمين على اللجنه يعني اللي بتختار الاعمال، هي يعني فعلا لجنه صعبه، فان هي تطلع هي نور. ايوه هو يعني الاسامي اللي في اللجنه خدت الواحد حس انه خد جايزه تانية جنب فعلاً. الجايزه فعلا ان الاسامي دي هي اللي قيمت يعني، كلهم كانوا قامه يعني. استاذ فواز يعني هل دي تعتبر بدايه جديده لفن عايز اقول الانيميشن مثلا في الفتره اللي جايه نشوف كرتون مصري حلو يقدر يبين قدوتنا، يبين حاجات نعلم بيها شبابنا وولادنا الصغيرين؟ دي حقيقه احنا عندنا خدوه كتير يعني. لا دي حقيقه، لان احنا دلوقتي بنجهز لمسلسل جديد، وكان في مسلسل قبل قريه الطيبين. احنا في نور ولا شخصيات تانية؟ نور برضو نور. احنا هيبقى في بعد كده شخصيات تانية، بس احنا في الاول وده من طبيعه الطفل كمان اللي احنا بنتكلم عليه، من تجربتي مع الطفل ان هو مهما عملت قصص هو بيرتبط بشخصيه. ما هو ده الحقيقه، لازم تحببه بشخصيه بالظبط يعني. العنصر الاستدامه على شخصيه بالزبط. واحده بتتحفر بقى وبتكبر معاه، لان هو بيحس انه صاحبه وبيحس. ولذلك حتى في ديزني مثلا لما هو عملوا شخصيات كلعب في ديزني لاند، الاطفال لما بيجوا هم طبعا بيشوفوا القصص وبيشوفوا الافلام، لما بيشوفوه في الحقيقه بيجروا عليه على انه حاجه حقيقيه بالظبط. فبتبقى هنا اهم حاجه من خبره زي ما الاستاذ عمر قال، ان احنا المفروض كمتخصصين نستغل خبرتنا في ان احنا ازاي نوصل المعلومه للطفل صح. وزي ما حضرتك بتقول ان احنا المشروع مش بيبقى مسلسل وخلاص، او يعني زي فوره كده وانتهت، لا احنا اللي بيحصل ان لا طبعا ده هو في خطه كامله. وزي ما قلت لحضرتك وحضرتك ان هو عالم نور ما هوش متوقف على مجله وعلى مسلسل، لا ده هو حاجات كتيره في المستقبل باذن الله. اخر حاجه انا عارف ان احنا لازم نختم وقاعدين عماله تقول نختم تاني مره. طب اخر حاجه، هو المره دي كان في القريه، المره الجايه هيبقى في القريه ولا في حته تانية؟ لا هو هي مفاجاه ولكن في شيء علمي جدا. هايل. حضرتك طبعا هتكمل مع نور ان شاء الله. طبعا طبعا يشرفنا شريف ده. انت الجايزه دي ان هو اعتراف هام قوي بحق الطفل علينا، حق بالظبط هو الانسان وحق الطفل في معلومه في التنميه في المتعه. ومن هنا بقول يتمنى فعلا ان هي تبقى دي البدايه، ان الدوله ككل والمسؤولين ككل نهتم ان فعلا في اهتمام كبير جدا جدا باعلام الطفل. وبقول يا جماعه حتى الاستثمار في مجال الاعلام الطفل ده استثمار على المدى البعيد، هو هيعود علينا مره ثانيه بجزئين، سواء ماديا او في ان احنا نعمل انسان ان شاء الله. احنا بنشكر حضراتكم ونورتونا، والحقيقه احنا كمان لينا دور مهم جدا في الاعلام مع شخص نور او كاركتر نور بقى المصري اللي ان شاء الله باذن الله هيبقى عالمي، ان احنا نستثمر تواجده معانا في الاحداث، نستثمر تواجد نور في الحملات القوميه الخاصه بالاطفال، ونبدا نشتغل على نور اكتر ونرسخ لفكره الطفل المصري العربي اللي عنده قيم واخلاقيات بيساهم فيها في المجتمع. بنشكر حضراتكم وشكرا طبعا على المجهود الكبير. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، نشوفكم بكره ان شاء الله وفريق عمل جديد. خليك دايما فاكر مصر جميله.